في حال مضينا بهكذا حوار، ما معناه أننا إلى أين ذاهبون؟ ذاهبون إلى الضبابية في القرار السياسي وعدم توحيد الرأى، وأيضا ما ينذر بأن هنالك طرف ثالث سيدخل على الخط، وبالتالي إن دخل هذا الطرف الثالث سوف لا يكون هناك استقرار في البلد. نعم، من هو هذا الطرف الثالث سيد رحيم؟ لأن حضرتك ذكرت قبل قليل بأنني لا أرى بوادر في انفراجة للمشهد السياسي، وهنالك من يقول بأننا لا نملك بالأساس مقومات مشروع الأغلبية، إذا لا خيار أمامنا سوى التوافق، وهذا ما لا يرضاه زعيم التيار الصدري. إذا ما الحل لإنهاء أو إنهاء الانسداد السياسي؟ هل نحن بحاجة إلى تدخل طرف ثالث اللي حضرتك ذكرته لربما يكون دولي؟ التدخل الدولي موجود للأسف، لكنه بشكل ضعيف، لربما يستقوي على المشهد السياسي العراقي في بعض محطاته، ولكنه لم يتمكن من أن يكون حلا لهذه الأزمة السياسية أو يكون عونا في انفراجتها، ولكن لربما الأيام القادمة يحولها بالأحداث. ولكن أنا أشير إلى عامل أهم، يعني قد تناساه السياسيون أو غفلوا أنه من الممكن أن يظهر في أي لحظة، وهو الشعب العراقي الذي غيبت حقوقه، كسرت إرادته، العمل على تجويعه بشكل متقصد. اليوم الوضع الاقتصادي، الوضع الصحي، هناك الكثير من الأوبئة التي تسري في ما بين العراقيين، ولا وجود لمن ينتشل هذا الشعب من ما يحدث من الكثير من الأزمات. هذا أمر متأكد جدا أنه أعطى بعض النخب في هذا المجتمع من أن يقودوا المشهد، ولكن لربما خلف الكواليس قد تنتظم صفوفهم في لحظة ما ويظهروا للساحة في أي لحظة، وهو أمر غاية في الخطورة أمام هؤلاء السياسيين الذين تفردوا بالمشهد واقعا، وأصبحوا لا يرون غير أنفسهم ولا يرون غير قراراتهم. وأعتقد أن التعامل بجدية مع الشعب العراقي وبمصالحه، وكيف يمكن أن نرضي ونسترضي هذا الشعب بطريقة صحيحة من أجل أن تكون المصلحة العامة هي خارطة الطريق التي يمضي عليها الجميع، وليس أن تكون هنالك هذه الحرب وهذا الخطاب المتشنج الذي لا يفضي إلى حلول بل يفضي إلى اختناقات وانسدادات أكثر. وبالتالي على الجميع أن يعي خطورة الموقف، وأن يتعامل بحنكة وروية، وأن ينزل سقف المطالب، وأن يكون مع الشعب لا بد من إرادته.